يا ما حلا جمعة اخوانك حواليك وعيال عمك وقصراك وخوالك ورفيق اللي ما يخيب هقاويك اللي اليوم انك تضايقت جالك جمعة مثل ذولا حواليك تغنيك والله ما يغنيك عنهم حلالك والله ما يقهر ويكسر معاديك الا لا شاف عيال عمك اضلالك ولا جارت الدنيا وطحت بدهاليك يا غير اخوك اخوك ما فز شالك اسمع كلامي زين وافتح اذانيك وش بك يمينك في اصابع شمالك لا صرت مع ربعك كذا مثل اياديك مرحبا يا عزوتي يا راس مالي يا هلي يا نبتي يا اهل الحميه مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليله وشرفنا مجيه حد همنا المخايق لا ثقالي فوق دار العز والمجد الابيه ديرته لسعود دربينا الفعالي من شمال الحد لينا بهالبهية في اجتماع العائلة واغلى الغوالي ساعة فيها الوفا يا حي حي كلنا عز على الوقفة جزالي الشهامة والكرامة في نسجي الشهامة والكرامة في نسجي مرحبا يا عزوتي يا راس مالي يا هلي يا نبتي يا اهل الحمية مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليلة وشرفنا مجيه الشمالي بالوفا طال المعالي يا هل الطولات والنفس الوفية فيكما لو صار تتجاوز خيالي جعل رب نحط فيكم قبلي والشمال يطيبهم أول وتالي يشهدون الناس ما فيهم خطية ما يبون إلا منصات العلالي ما رضوا بالهمة ولا الدنيا ما رضوا بالهمة ولا الدنيا مرحبا يا عزوتي يا راس مالي يا هلي يا يا اهل الحميه مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليله وشرفنا مجيه والشمالي ربع كرامه السبالي ضيفهم لازل يلقى الشاذلية كلهم عزه من الله بالجلالي كاسبين الطيب من رب البرية والشمالي ربع كرامة السبالي ضيفهم لازل يلقى الشاذلية كلهم عزه من الله بالجلالي كاسبين الطيب من رب البرية كاسبين الطيب من رب البرية يا راس مالي يا هلي يا نبتي يا اهل الحميه مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليله وشرفنا مجيه جالنا الليله وشرفنا مجيه مرحبا يا عزوتي يا راس مالي يا هلي يا نبتي يا اهل الحميه مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليله وشرفنا مجيه حد همنا المخايق لا ثقالي فوق دار العز والمجد الابيه ديرته لسعود دربينا الفعالي من شمال الحد لينا بهالبهية في اجتماع العائلة واغلى الغوالي ساعة فيها الوفا يا حي حي كلنا عز على الوقفة جزالي الشهامة والكرامة في نسجي الشهامة والكرامة في نسجي مرحبا يا عزوتي يا راس مالي يا هلي يا نبتي يا اهل الحميه مرحبا في مرحبا يا كل غالي جالنا الليله
شرفنا بجيه. الشمالي بالوفا طال المعالي، يا هل الطولات والنفس الوفيه، فيكم الاوصى تتجاوز خيالي، جعل رب حط فيكم قبليه. والشمالي طيبهم اول وتالي، يشهدون الناس ما فيهم خطيه، ما يبون الا منصات العلالي، ما رضوا بالهمه ولا الدنيا، ما رضوا بالهمه ولا الدنيا. لا 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 ما لنا سؤال. خوش كلمة كلمة. خليك معي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بداية نشكر عبد الله داود وعادل جزاهم الله ألف خير. وينهم؟ كمل الحين. لا لا كاي كاي. يا داود جزاهم الله خير، سلموا سنة طيبة صراحة، خلوا الأرحام هذه تتلاقى في هذا المكان. الله يجزاهم خير. هذا إن شاء الله كله يلقون في ميزان حسناتهم. شكر موصول لإخوان كلهم اللي رتبوا لهذا المكان، اللي مدير الجروب منصور سليمان. جزاهم الله خير. وينه 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 كاو 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 كاو. الله يبارك في هذا المكان. محمد السؤال يقول. طبعا احنا اغلب بعض ما نعرفهم صراحه، وهذا يعني هذا عيب خطا فينا، ما نعرف الموجودين وما نعرف عيال عيالهم، فاتمنى لكل واحد يعرف نفسه عشان تكون الصوره واضحه للكل. من عندك؟ من يمين. بسم الله. على صوتك على صوتك على صوتك. بس العسكرية بس راح والعسكرية. يلا قول. محمد مساعد عبد العزيز الرندي. والنعم. اللي وراه. صالح محمد الرندي. اللي وراه. سعد العزيز الرندي. اللي وراه. أحمد مزعل الرندي. اللي وراه. عبد الله البصري. والنعم. صوت عالي. خليفة فهد الرندي. باري مطيني. والنعم. فواز علي الرندي. علي حسين البصري. نعم. حسين البصري. حسين البصري. لا حسين منو؟ زين. علي البصري. علي البصري. احكي خلص. خلص. لا يلا منصور. يقول منصور انت. العجيري. كل نعم. أنا. هذا العود. أخو عادل. علي راشد الرندي. سليمان الرندي. ود عبد العزيز. ناصر خالد الرندي. ناصر خالد. أنا أخو سعد الرندي. أخو سعد الرندي. إيش اسمك؟ نصيب. هذا العود. والنعم. بسام احمد الرندي. داوود الرندي. خلي خلص. جاسم محمد الرندي. خلص. ساعد. ساعد وباقي سيما كرنكي. لاعب نادي الكويت. انت شو اسمك؟ عيسى عبد السلام الرندي. والنعم. خمسة. خمسة خمسة. خمسة أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض مباشرة. يلا عفتي الحين. يلا. خمسة أشياء. لحظة 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 لحظة. خمسة أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض مباشرة. جوجل. لا جوجل ما يصير. جوجل ما يصير. جوجل ما يصير. خمسة أشياء نزلت من الجنة موجودة على الأرض. لحظة 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 لحظة. منو عندك؟ قول. ها؟ مائدة لا 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 والله صح. لا. منو 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 بيجاوب؟ خمسة أشياء. واحد منهم صح. واحد خمسة أشياء هما. واحد حجر أسود. لا بس انا ها ها لا 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 لا
لحظة لحظة هي. صح اثنين. الحجر الأسود وغاسين إبراهيم. باقي ثلاثة. باقي ثلاثة. سمعوا سمعوا سمعوا. لحظة لحظة. هني لحظة هني قال عندك حجر الأسود صح. لا مو ومقام سيد ابراهيم صح التمر التمر صح عندك عجوه جوجل ها راحت صح راحت صح لا 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 كم صار عندي؟ ثلاث صاروا وباقي ثنتين. من كازا دي بولفيدا؟ النهر النهر النهر. نهر النيل. نهر النيل. صح. لا. قالوا أربعة. يلا قول منو؟ نهر النيل والفرات. قالها علي. قالها علي قبلكم. الحين باقي واحد، الحين باقي واحد. باقي واحد ابراهيم لا قالوا خلاص باقي واحد شباب قالوها قالها علي سليمان اللي يتعصح انا قلت انت ليش انت قلت النهرين ويا عجوه صح لا لا هنا عجوه هنا عجوه تعال هذا القاهره شو خمسه شو خمسه والحجر والعجوه يلا باقي واحد باقي واحد يا شباب لا قالوا قالوا قالوها قالوا عم بلا لا ابراهيم هناك فهد 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 يلا يلا اوكي يلا باقي واحد يا شباب احنا قلنا حجر الاسود والعجوه ومقام ابراهيم ونهر النيل وبعد لا لحظه الخامسه الخامسه عند عند مبارك الخامسه الخامسه شنو؟ خمسة انا متنازل عن التذكرة بس خلاص انزين وخلوا ريحها يروح للمساكين حق الايتام يا حطه ساعه ماي هي هي تليفون هذا مطوع بريده احمد هذا نموذج حق مطوعة القصيم وهذا بريده لا تقول هذا على ابوه محمد ادرك المكان فيلم 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 هو فيلم لا تقول لا تقول لا تقول اضغط يلا يلا هل ولد الريف هذا ولد المزعج لا 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 لا
جاهريه وراها جاهريه. شنو هي؟ تعرفها؟ شنو شنو؟ الصلاه السريه اللي قبلها جاهريه وراها جاهريه. حاليا مباراه الشامبيون ليجز. يلا ابدا يلا عزيز روح برعاية صارت عدل اوب 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 ذكروني بايام قبل الف واحد على الكره تكريم كبير العائله جاسم استاهل استاهل ابو حمود لحظه مو حلوه مو حلوه كبير العائله بعد سليمان راشد الرندي استاهل منصور يا منصور فهد شارع الرندي جزاك الله خير جزاك الله خير محمد الرندي استاهل 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 ابو ناصر تعال تعال شوف يا ابو جاسم تكريم حق علي راشد الرندي يستاهل 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 ابو راشد البصري صورنا حق سمعت انا ايوه تكريم حسين البصري يستاهل يستاهل ابو علي يستاهل ايوه ابو علي هذا تكريم حق ولد عمي منصور يستاهل 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 ولدنا يستاهل يستاهل ولدنا تكريم الفائزين بمسابقة الرماية شو اسمك؟ والنعم يستاهل 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 تكريم شو ها شو اسمك؟ والنعم والله يستاهل 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 مركز الثالث شو اسمك؟ ابراهيم والنعم والله النعم مفاجأة الموسم مفاجأة الموسم يستاهل يستاهل ابو محمد يستاهل ابو محمد يستاهل يستاهل وخر وخر على ابوك يستاهل يستاهل ابو محمد يستاهل مبروك ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك مبروك يستاهل 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 فواز مبروك مبروك ها شو اسمك؟ طالب اي يستاهل 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 ولدي يستاهل صح 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 علي راشد الرندي اوه اخو شو رايك في هالجائزه يا شباب طيب 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 حبيب جامل حبيب جامل يستاهل 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 محمد عبد السلام الرندي يستاهل في اصابه عمل صوروا انا استاهل احسن حارس مرمى شو رايكم فيني استاهل 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 صفقه صفقه شباب صفقه صفقه شباب استاهل والله العظيم دخلت
مغربيه بعد ارده انت اسباب الان الحين